تخرجت من الثانوية العامة الخامس على مدينة الرياض والسادس على المملكة. اشتغلت مدير مبيعات لامبورغيني في السعودية والبحرين. قدوتي أنا شخصياً وسمو ولي العهد من الطموح اللي موجود عنده. دائماً إذا بغيت تصنع وقت لشيء معين تبي تصنع له وقت. الشخص الانهزامي بيظل في مكانه. درست ماجستير في إدارة الأعمال، عندي شهادة أيضا في الإدارة من كلية لندن للأعمال. عملت في القطاع الخاص في بداية حياتي لين جت الرؤية المباركة رؤية 2030، وبدأت في القطاع الرياضي. عملت في الهيئة العامة للرياضة اللي الآن طبعا تحولت إلى وزارة الرياضة. تم استقطابي وقتها من قبل الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان للعمل في الإدارة العامة للرياضة المجتمعية، ومن بعدها انتقلت للعمل في مشروع الفورمولا إي مع سمو الوزير الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ومن هناك انطلقت في مشروع العمل في الرؤية. بديت كمالك مبادرة لأحد مبادرات وزارة الرياضة اللي موجودة في جودة الحياة، وتنقلت في العمل في أكثر من جهة حكومية خلال الفترة الماضية لين أصبحت يعني في برنامج جودة الحياة. خلصت من الثانوية العامة الخامس على مدينة الرياض والسادس على المملكة، فالحمد لله كنت متفوق. التحقت في جامعة الملك سعود في تخصص المحاسبة لمدة سنة. وقتها كان فيه الابتعاث في الخارج، سافرت للابتعاث، كان باقي لي مدة بسيطة للتخرج، ما حصلت لي التأشيرة وقتها أنها تتجدد. اضطريت أرجع وأدرس بكالوريوس من أول وجديد، ودرست بكالوريوس من أول وجديد، فصرت أدرس وأشتغل. من هناك بديت يمكن العمل الوظيفي. اشتغلت في لامبورغيني وكنت لامبورغيني سيلز مانجر، مدير مبيعات لامبورغيني في السعودية والبحرين. هذا قبل يمكن أكثر من 10 سنين. بعدين اشتغلت في المدارس. بعدين في شخص استعارني لشركته لمدة 6 شهور، عنده شركة مقاولات وعنده 7000 عامل الظاهر إذا ما خانتني الذاكرة، كان يبغاني أرتب له السيت أب حق الموظفين. بعدين انفتحت لي الفرصة إني ألتحق بالرياضة، وانطلقت في الرياضة ومسكت مشاريع كثير في الرياضة. بعدين بعدها انطلقت مع في شركة الجدية في أمانة مجلس الإدارة، وبعدها جت كورونا. لما جت كورونا كلفت بالعمل في إجلاء المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج، اللي هو كان برنامج عودة آمنة. أهم إنجاز صار في جودة الحياة أنه تمكننا من الاستثمار في الفريق. استثمرنا في الفريق في الحمد لله. اليوم لما نتكلم على نسب الاستقالة يعني ما تصل إلى حتى 5% ولله الحمد، مع أن المتوسط الطبيعي يصل إلى 10 أو 15%. فاليوم الحمد لله الفريق العمل استثمرنا فيه في التدريب، في التعليم، في التطوير، في اكتساب الخبرات، وأيضا في تفويضهم بالصلاحيات اللي مكنتهم من أداء عملهم. صار الحمد لله تم افتتاح 911 في الرياض، في الشرقية، في الآن المدينة المنورة قريب إن شاء الله، وأيضا المناطق الشمالية والجنوبية. عندنا في الرياضة أكاديمية مهد تحولت وصارت أكاديمية مستقلة من برنامج سابقا بسيط إلى أكاديمية بالشراكة طبعا مع وزارة الرياضة، حتى 911 بالشراكة مع وزارة الداخلية. في القطاع البلدي في العديد من المشاريع اللي تم الإعلان عنها، بعضها بدأ في التنفيذ، بعضها نفذ، وبعضها إن شاء الله قريب. يعني الحمد لله يعني نفتخر بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، وطبعا على رأسها معالي المستشار الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ. يعني شفنا العديد من الفعاليات اللي تشاركنا معاهم فيها ولله الحمد، وحققت صدى وإنجازات. في الثقافة أيضا العدد كبير. في القطاع السياحة عندنا أعمال كثيرة صارت الفترة الماضية، فالحمد لله الإنجازات كثيرة. لكن يعني أعتقد أنه من الإجحاف أني أنسبها لنفسي، هي عمل فريق كامل. قدوتي أنا شخصيا في هذا الجانب هو سمو ولي العهد من الطموح اللي موجود عنده ومن الأفكار اللي موجودة عنده، اللي فعلا يعني تخلي الواحد دائما يفكر كيف أنا ممكن أصل لجزء على الأقل من هذا الطموح.
أن العمل يخصص له 8 ساعات، العائلة والأصدقاء وحياتي الشخصية يخصص لها 8 ساعات، والنوم يخصص له 8 ساعات. ما أقول لك أني ترى مرة شاطر في هذا الموضوع، لكن الحمد لله إلى حد ما يعني قاعدين نحافظ عليها. ما في شك أنك دائما إذا بغيت تصنع وقت لشيء معين تبي تصنع له وقت. 3 أشياء. الأول التعليم، احرص على تعليمك، والتعليم ما يكون بس شهادة جامعية، التعليم هو عبارة عن دورات تأخذها، عن اطلاع، عن ثقافة. دائما طور في نفسك واستثمر في نفسك، لا تتوقف الاستثمار. يعني عندي مستهدف أنا سنويا أقل شيء أخذ دورة تدريبية أطور فيها نفسي في مكان معترف فيه عالميا. ثانيا خل عندك طموح عالي. ثالثا لا تستسلم، خلك صبور، ترى الدنيا ما هي سهلة ولا هي مستحيلة. الدنيا تبغى إصرار، تبغى إنسان يعمل بجد واجتهاد وما يستسلم، لأن الشخص الانهزامي بيظل في مكانه.